جميل طيب في هذا المكان. أنا بشكركم وأنا ممتن ليكم إنكم قبلتوا دعوتنا البسيطة. إحنا بنحاول بشتى الطرق إن إحنا نقول بشكل أو بآخر على مستوى المتواضع إحنا متشكرين، إحنا ممتنين ليكم، ممتنين لتضحية ثرويكم. إحنا نعلم قد إيه هم الوقت يحكموا فعلا حولنا، بنعلم قد إيه زي ما قال فضيلة الشيخ هم فرحين ومستبشرين، وهم في منزلة عالية جدا، في منزلة مع الأنبياء والصديقين، نعلم ذلك كويس جدا، لكن في بنفس القدر بنعلم قد إيه أنتم مفتقدينهم، وإحنا ممتنين ليكم وحاسين قد ايه بتضحيتكم. لكن صدقوني اللي احنا بنعمله ده ولا حاجه خالص ولا يساوي شيء قصاد التضحيه اللي هم عملوها. هم ضحوا عشان بلدهم، واحنا كلنا مستعدين لو جاتنا فرصه لان احنا نستشهد احنا مستعدين لذلك تماما. يمكن زي ما قال الزميل الاستاذ شريف، الفترة اللي فاتت كان في احتفالات لتخريج دفعات من الكليات العسكرية ومن أكاديمية الشرطة، وطبعا يمكن بعضكم حضر هذه الاحتفالات. قد إيه ولادنا بيدوا المثل في هذه الكليات إنهم فعلا على الضرب سيدنهم، إنهم فعلا مستعدين يضحوا بحياتهم عشان وطنهم. وكلنا شفنا يمكن في احتفال أكاديمية الشرطة أحد أوائل الخريجين وهو بيقول أنا مشروع شهيد، أنا ابن شهيد ومشروع شهيد.